تخيل معايا المشهد المريب ده. الشكل اللي قدامك بيمثل شكل الكوكب اللي انت عايش عليه دلوقتي من وجهة نظر حوالي 20% من سكان كوكب الأرض، والناس دي معاك في حياتك كل يوم، بتقابلهم في كل مكان، سواء في المدرسة أو الكلية أو حتى الشغل. مجرد ما تبدأ تتكلم معاهم عن الأرض الكروية يبدأ يعارضك بأدلة من الدين عشان يأكد نظريته اللي ملهاش أي دليل من الصحة على الإطلاق حتى دينيا. طيب لو قلتلك إن نظرية الأرض المسطحة مقنعة لبعض الناس بنسبة كبيرة، هتصدقني؟ طيب تعال نطلع مع بعض في رحلة لكوكب الأرض على شكله من وجهة نظر المؤمنين بنظرية الأرض المسطحة واللي بيكون بالشكل ده. المؤمنين بنظرية الأرض المسطحة بيقولوا إن الأرض عبارة عن قرص كبير جدا، والقرص ده عليه كل أشكال الحياة اللي نعرفها من وقت خلق الأرض. وكوكب الأرض المسطح عمره بيكون 13500 سنة، بيكون في مركزه القطب الشمالي، يعني شمال البوصلة دايما بيشاور ناحية مركز الأرض المسطحة، وجنوبها بيكون ناحية أطرافها، والأطراف دي بتكون متحاطة بالقارة الجنوبية المتجمدة أنتاركتيكا، اللي في الحالة دي مش هتكون قارة على الإطلاق، بل هتكون سور كبير جدا طوله بيوصل ل 45 متر من الجليد الصلب صعب الاختراق، ده على أساس إنهم وصلوا هناك وحسبوا طوله مثلا. المهم، وبتقوم وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بحراسة السور وحمايته من أي متطفلين عايشين جوه القرص ده، عشان لا قدر الله محدش يطلع بره القرص ده ويقع من أطراف الأرض المسطحة. بل إن كمان وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اختلفت تسمياتها على مر العصور بالنسبة للناس اللي بتعتقد بالنظرية دي، لأنها مكلفة من بداية التاريخ إنها تمنع أي حد إنه يوصل للسور ده تماما، ولو قدر أي كائن بشري إنه يوصل للسور ما بيرجعش تاني، عشان يفضل السور العملاق ده سر من أسرار الأرض ونهاية حتمية لأي إنسان يحاول يوصل لنهاية أطراف الأرض المسطحة. الحياة على الأرض المسطحة بتكون عبارة عن ليل ونهار عادي جدا، وده لأن الأرض المسطحة لها شمس وقمر بيدوروا حوالين الأرض. أيوة زي ما سمعت كده، الشمس والقمر هم اللي بيدوروا حوالين الأرض مش العكس، وموجودين على ارتفاع ثابت من الأرض المسطحة، واللي بيكون على مسافة 4500 كيلومتر من سطح القرص. لكن هنا حتى اللي صمموا نظرية الأرض المسطحة كان عندهم أكتر من رأي في موضوع دوران الشمس والقمر حوالين الأرض. في اللي بيأكد دوران الشمس والقمر دايما فوق السطح العلوي للقرص، وفي اللي بيقول إنه بيدور دورة كاملة حوالين الأرض المسطحة بالكامل، بحيث مرة يكون تحت الأرض ومرة يكون فوق الأرض، وبكده هيكون عندك الليل والنهار بشكل طبيعي. لكن أشهر الآراء بتأكد إن الشمس والقمر بيدوروا دايما ورا بعض فوق القرص اللي بيمثل الأرض المسطحة وعلى ارتفاع ثابت، وزي ما قلنا من شوية 4800 كيلومتر. تحتهم على طول بتكون آخر نقطة في الغلاف الجوي للأرض المسطحة، وفوقهم على ارتفاع 5000 كيلومتر من الأرض بيبدأ الفضاء، اللي لحد اللحظة دي محدش قادر إنه يطلع له على الإطلاق، بل إن كل الصور والفيديوهات اللي تم تصويرها لأي جرم فضائي موجود خارج الأرض ما هي إلا فوتوشوب أو جرافيكس بتعمله وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عشان تنشر علوم زائفة ملهاش أي أساس من الصحة. بل إن أصحاب نظرية الأرض المسطحة مش بيصدقوا إطلاقاً هبوط أي إنسان على سطح القمر، وبينكروا معظم قوانين الفيزياء المرتبطة بدوران الكواكب والنجوم، ده حتى بيوصل الموضوع لإنكارهم قوة الجاذبية، وبيدعوا إن الكثافة هي القوة المسيطرة على كل الظواهر الفيزيائية، فلو كانت كثافتك عالية هيكون تأثير السحب عليك لتحت أكبر فتنزل لتحت، والعكس صحيح. لكن اللي ما يعرفوش أصحاب نظرية الأرض المسطحة هو إن الكثافة ما ينفعش تكون قوة، لأن القوة لازم يكون ليها قيمة واتجاه. فمثلا الجاذبية لها مقدار واتجاه للأسفل في حالة كوكب الأرض، أما الكثافة فهي مجرد قيمة بتنتج من تجمع كتلة من المادة في حجم محدد من الفراغ زي ما بتقول المعادلة دي. وبكده تكون الجاذبية قوة من أربع قوى أساسية بتحكم الكون حوالينا، أولهم القوة الكهرومغناطيسية اللي بتنشأ كنتيجة مباشرة لحركة الشحنات، والقوة النووية القوية المسؤولة عن الترابط بين البروتونات والنيترونات جوه الذرة، والقوة النووية الضعيفة اللي بتتسبب في وجود نشاط إشعاعي لنواة الذرة، أما الأخيرة فهي قوة الجاذبية واللي بيظهر تأثيرها مع زيادة الكتلة. ووفق النموذج القياسي للفيزياء فإن كل قوة من القوى الأربعة بتعتمد في وجودها على جسيم معروف، فالقوة النووية القوية بتمثلها الجلونات، والقوة النووية الضعيفة بتمثلها البوزونات،
والقوة المغناطيسية بتمثلها الفوتونات المسؤولة بالتبعية عن نقل القوة دي. أما قوة الجاذبية فحتى الآن الجسيم المسؤول عنها بيتسمى مبدئيا بالجرافيتون، لكن ما تمش تأكيد وجوده عمليا لحد اللحظة دي. وبما إننا عرفنا نموذج الأرض المسطحة في فكر المؤمنين بالنظرية دي، فتعال بقى نعرف مع بعض شكل الحياة على الأرض لو كانت فعلا مسطحة. لنفترض إنك قررت النهاردة إنك تجهز شنطتك وتنطلق في رحلة لأطراف الأرض المسطحة في حالة إنك عايش في مركز الأرض اللي هو في حالتنا هنا القطب الشمالي. فكل ما تبعد عن المركز لناحية الأطراف هتبدأ الجاذبية الأرضية تزيد عليك أكتر وأكتر، وطول ما أنت بتتحرك هتلاحظ إن الأشجار كلها بدون استثناء بتميل ناحية مركز الأرض المسطحة اللي هو في الحالة دي هيكون وراك مش تحت رجليك. كمان هتلاحظ إنك بدأت تحس بتعب شديد كل ما تقرب من أطراف الأرض المسطحة، وده لأن الجاذبية هتفضل تزيد عليك وتشدك ناحية المركز كل ما تبعد عنه اللي هو وراك زي ما قلنا، لدرجة إنك هتوصل لمرحلة إن الأرض المستوية قدامك هيكون مجرد مشيك عليها كأنك بتحاول تتسلق جبل زاوية ميله حوالي 80 درجة، وكأنك شايل في الشنطة معاك حوالي 100 كيلو من الحجارة. بل إن المفاجأة إنك لو وقعت وإنت ماشي قريب من أطراف الأرض فإنت هتقع لورا مش هتقع لتحت، لأن على الأطراف وراك بيكون نفس اتجاه تحتك بسبب الجاذبية الرهيبة اللي دايما بتكون بتشدك للمركز. بل كمان هتلاحظ نقص شديد في الأكسجين، وهتبدأ تحس بأعراض أولية للإغماء طول ما أنت بتقرب من أطراف الأرض المسطحة، لأن الغلاف الجوي بالكامل هيبدأ يتجه ناحية المركز بسبب ارتفاع الجاذبية هناك. وبالتالي منطقة المركز أو في حالتنا هنا القطب الشمالي هيوصل الضغط الجوي فيها لأرقام مرعبة، ممكن توصل للضغط الجوي اللي موجود على كوكب الزهرة واللي بيوصل لـ92 بار. ده غير إن بفعل الجاذبية فالقطب الشمالي هيكون هو المكان اللي بتتجمع فيه كميات كبيرة من البحار والمحيطات بأعماق كبيرة جدا بسبب الجاذبية. بل إنك هتلاحظ إنك كل ما تمشي ناحية الأطراف هتبدأ تقابل مساحات كبيرة جدا من الصحراء الجرداء لا زرع فيها ولا ماء. زي ما أنتم شايفين الموضوع بقى مريب جدا في نموذج الأرض المسطحة، وبسبب نظام دوران الشمس والقمر حوالين الأرض بالطريقة الغريبة دي فبيكون الكوكب كله نهار أو الكوكب كله ليل، مع وجود بعض الأماكن على الأطراف بتكون فيها الإضاءة قليلة بشكل ملحوظ. ولأن المسافة بين الشمس والأرض ثابتة مع ثبات زاوية سقوط أشعة الشمس عليها بتنتهي فكرة فصول السنة الأربعة، وبيكون فصل الصيف هو المسيطر على كوكب الأرض بالكامل طول أيام السنة. لكن هنا بتحصل مشكلة، وهي إن الشمس لازم يكون حجمها صغير جدا عشان تكون بالقرب الشديد ده اللي بيوصل لـ4500 كيلومتر، لأن كمية الإشعاعات والجسيمات المشحونة اللي ممكن توصل لنجم قريب بالمسافة دي بتكون كبيرة جدا، وممكن بسهولة تتسبب في تدمير الخلايا الحية وفي أمراض سرطانية تنهي الحياة على نموذج الأرض المسطحة. عشان كده أصدقائنا المسطحين قرروا إنهم يحددوا قطر الشمس والقمر بحوالي 50 كيلومتر، اللي من وجهة نظرهم بيكون كافي جدا لتوفير الطاقة الكافية للقرص الأرضي عشان تنشأ الحياة بشكلها الحالي بدون ما تتأثر بمشكلة الإشعاعات. لكن الحقيقة إن حتى لو افترضنا إن الكلام ده ممكن تطبيقه، فمساحة الأرض المسطحة بتكون أكبر بحوالي 2.5% من الأرض الكروية، وده اللي هيخلي مساحة الأرض يوصل لها تلت كمية الطاقة اللي المفروض تكون متوفرة عشان تقوم أي شكل من أشكال الحياة عليها، لأن ساعتها هيتحول قرص الأرض المسطحة لكتلة من الجليد وتنتهي الحياة اللي نعرفها بشكلها الحالي. لكن نوصل لأخطر مشكلة في حالة الأرض المسطحة، وهي إن الأرض مش هيكون عندها أي درع مغناطيسي يقدر إنه يحميها من الإشعاعات المدمرة اللي بتوصل لها من الشمس أو حتى الأشعة الكونية، لأن في الحالة دي قرص الأرض ما عندوش أي مركز منصهر ولا حتى قلب معدني قادر على إنه يكون تيارات كهربية داخلية عشان تكون مجال مغناطيسي يحمي الكوكب. فبالتالي الجسيمات المشحونة اللي بتوصل من الشمس هتكون كافية جدا إنها تنزع الغلاف الجوي من على القرص المسطح، وينطلق الغلاف الجوي للفضاء، ومع الوقت توصل الأرض لحالة كوكب المريخ اللي بسبب ضعف مجاله المغناطيسي تم تجريده من حوالي 99% من غلافه الجوي على مر الزمان. وبكده يكون نموذج الأرض المسطحة بدون غلاف جوي ولا مجال مغناطيسي يدعم الحياة عليه. بعد كل اللي عرفناه مع بعض من وصف للنموذج الأرض المسطحة، اتأكدنا تماماً إن مستحيل الأرض تكون على شكل قرص أو حتى تكون مسطحة، لأن كل الدلائل بتأكد على إن النموذج ده غير ممكن وجوده عملياً أو علمياً،
ويعتبر نموذج فاشل تماما لدعم أي شكل من أشكال الحياة عليه، بل إن كروية الأرض تم تأكيدها بكثير من البراهين على مر الزمان. فمن أكتر من 2000 سنة قدر عالم يوناني عايش في مصر وبالتحديد من اسكندرية إنه يثبت باستخدام عصاية خشب وضلها كروية الأرض، لما لاحظ إن يوم 21 يونيو من كل سنة بيكون فيه اختلاف بين طول الظل اللي بجانب العصاية باختلاف المكان اللي موجودة فيه. بعد ما قاس الظل وقت الظهر بالظبط لسنتين على التوالي، مرة في اسكندرية ومرة في أسوان، واللي قدر إنه يحدد الزاوية دي من خلال زاوية سقوط أشعة الشمس. لكن هنا كان محتاج يحسب المسافة بين اسكندرية وأسوان عشان يقدر يطبق حساب المثلثات ويحسب قطر كوكب الأرض ويثبت إن الأرض كروية. وفعلا دفع لمجموعة من الرحالة فلوس كتير جدا عشان حرفيا يمطروا المسافة بين المدينتين، واللي اكتشف إنها 800 كيلومتر تقريبا. وبقياس المسافة بين اسكندرية وأسوان قدر إنه يحسب محيط الأرض بمعادلة بسيطة جدا، وبالتالي حسب قطر الأرض بمنتهى السهولة. واللي بكلمك عليه ده حصل من 2000 سنة، يعني حتى من قبل اختراع الكهرباء أو قوة البخار. ده غير آلاف الصور والفيديوهات اللي تم بثها وتصويرها لشكل الأرض من الفضاء، سواء من المهمات الفضائية الكتير اللي تم إرسالها آخر 40 سنة أو من محطة الفضاء الدولية اللي كل يوم تقريباً بيكون ليها بث مباشر لكوكب الأرض من على ارتفاع 450 كيلومتر، وبيأكد انحناء الأرض وشكلها الكروي. بل إنك حرفياً لو كانت الأرض مسطحة بالشكل المريب ده مستحيل تماماً إنك تشوف الفيديو ده دلوقتي، لأن كل الأقمار الصناعية هتكون مجرد فكرة خيالية غير قابلة للتنفيذ، وبالتالي هتنسى فكرة GPS وقنوات التلفزيون، يعني حرفياً نهاية كل أشكال التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. الحقيقة إن الجهل بالمعلومة هو أمر طبيعي جداً، لكن الإصرار على إنكار العلم وربط الخرافات والخزعبلات العلمية بنصوص دينية مقدسة هو أسوأ من الجهل، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتأمل في الكون واكتشاف آياته في خلق السماوات والأرض، بل جعلها نوع من أنواع العبادة. وكل ما هتتعلم أكتر عن القوانين اللي بتحكم الكون هيزداد إيمانك بأن الكون ده غير ناتج عن صدفة زي ما بيدعي البعض، بل هو مخلوق من مخلوقات إله مبدع وعظيم. مستني رأيكم في الكومنتات، إيه تاني من الدلائل بيأكد كروية الأرض وبيدمر نظرية الأرض المسطحة ما تكلمناش عنه النهاردة؟ لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك، ولو بتشوفنا للمرة الأولى ما تنساش الاشتراك في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، وأشوفكم الحلقة الجاية مع رحلة جديدة بين النجوم.